اللتان تم ضمهم على الأجر الأساسي بحيث ينعكس تأثيرهما على الأجر المتغير. ونؤكد لسيادتك وثقة مني في حرص إدارة شركتنا على الاهتمام بالعاملين وتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية والصحية والترفيهية بما ينعكس على جودة الأداء وتحسين الإنتاجية. وتفضلوا سيادتكم بقبول خانة الاحترام رئيس قطاعات المصانع كيميائي عادل حسين أيوب. لا كده خالص.